بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثالث عشر اللي خاص بتقنية اللينك تو سيكوال. في هذا الدرس سنناقش كومبايلد كويريز. أنا محمد ما تعرفه، في هذا الدرس راح نتعرف على الكومبايلينج لينك كويري من أجل إنه نحسن الأداء بشكل عام. أوكي، الآن حتى نفهم فعليا ما الذي يحدث لما يتم فعليا تنفيذ اللي هو لينك كويري، خلينا نشوف المثال التالي. في هذا المثال لاحظ انه عماله برجع لي فعليا الطالب اللي الرقم تاعه بيساوي 1. الآن لاحظ انه هاي اللينك كويري لما يتم فعليا تنفيذها بكل بساطة راح نعمل بارسينج لهاي الاكسبريشن تري، بحيث انه راح يتم تحويلها الى ترانزاكت سيكوال ستيتمنتس. هذا الامر بحدث في كل مرة بيتم تنفيذ فيها هاي اللينك كويري. وبالتالي اذا انا في عندي اللي هو اوفر هيد، فبالتالي انا في عندي خلينا نحكي جوب او عمل اضافي، وهذا الامر من شأنه انه يقلل خلينا نجي نحكي البرفورمانس. فبالتالي انت بامكانك انك تخلص من هذا الاوفر هيد عن طريق انك تحذف فعليا هذا الكومبايل لينك كويري، وبتم فعليا حذف الكومبايل لينك كويري عن طريق اللي هو كلاس كما شو احنا نتعرف عليه. اوكي، الحين نروح مباشرة نثبت هذا الامر بشكل عملي. فراح اروح مباشره عندي هنا ضمن الفيجوال ستوديو، راح اقوم الان بانشاء عندي هنا اللي هو كونسول ابلكيشن. لكن قبل ما انشا فعليا الكونسول ابلكيشن، خليني اروح مباشره على سيكوا سيرفر واضيف فعليا التيبل اللي اسمه اللي هو ستودنتس. اوكي، الان ضمن السيكوا سيرفر راح اروح مباشره واعمل اكسكيوت. لاحظ انه تم انشاء هذا التيبل اللي اسمه ستودنتس، وبداخله هاي الريكوردز اللي احنا فعليا شايفينها. الان بعد هيك راح اروح مباشره ضمن الكونسول ابلكيشن، راح اسمي البروجكت ديمو، وبعد هيك راح اقوم بالنقر على اوكي من اجل انه يتم انشاء كونسول ابلكيشن. بعد هيك راح اروح مباشره واضيف عندي هنا اللي هو نيو ايتم، وضمن عندي داتا سيكشن راح اختار عندي هنا اللي هو لينك تو سيكوال كلاسز، وراح اسمي عندي هنا اللي هو سامبل. بعد هيك راح اقوم بالنقر على اوكي. بعد هيك مباشره راح اروح ضمن عندي هنا اللي هو السيرفر اكسبلورر، راح اعمل ريفرش عندي هنا من اجل اني اقوم باضافه خلينا نحكي التيبل اللي خاص بالستودنتس. اوكي، بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل سيف، وخلينا نروح مباشره ضمن عندي هنا اللي هو البروجرام. انا مهتم اني فعليا اعرض خلينا نحكي معلومات هذا الطالب اللي بيحمل رقم 1، وانا اريد قمت بتجهيز عندي هاي فعليا اللينك كويري زي ما احنا فعليا شايفين. فلاحظ ان انا هون عمالي بنشي اوبجكت من الدي بي كونتكست، او عفوا من سامبل داتا كونتكست. اسم الاوبجكت هو عباره عن دي بي كونتكست، عمالي هون بكتب لينك بحيث اني بقوم بارجاع الطالب اللي بحمل الاي دي رقمه 1، وعمالي بخزنه، وبعد هيك عمالي بطبع الفيرست نيم واللاست نيم اللي خاص بهذا الطالب. فلو الان بروح مباشره بضغط على كنترول واف 5، رح تلاحظ انه بيلد ستارتد بيلد سكسيدد مارك هاستنجز زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان كيف بامكانك انك تخلص من الكومبايلد لينك؟ لانه انا في كل مره بنفذ هاي اللينك بنعمل لها كومبايل طبعا عن طريق اللي هو البارسينج، فبالتالي بنعمل بارسينج وبالتالي تتحول الى الترانزاكت سيكوال ستيتمنتس. حتى نخلص من هذا الامر لابد انه نستخدم كومبايلد كويري، والكومبايلد كويري هو موجود طبعا ضمن النيم سبيس اللي هو سيستم دوت داتا دوت لينك. فبالتالي لو اجيت حكيت عندي هون اللي هو سيستم دوت عندي داتا دوت عندي لينك، فالآن بعد هيك مباشرة راح أقوم باستخدامه. فراح أروح مباشرة وأنشئ عندي هنا متغير، هذا المتغير بإمكانك إنك تسميه الاسم اللي أنت بدك إياه. خلينا نجي نسميه مثلا Compiled Query، بحيث إنه راح أنادي هذا الكلاس اللي اسمه Compiled Query، وضمن هذا الكلاس لاحظ إنه في عندي هنا اللي هو Extension Method اللي هي Compile، وبداخل هاي Compile لاحظ إنه هي بتتوقع مني فانك. فطبعا هي في اكثر من عندي هنا من اوفر لود، لكن هي بالنهايه بامكانها انها تاخذ فانك اللي هو فانكشن ديليجيت، واللي تم مناقشته باساسيات اللي هو السي شارب. اوكي، الان انا عندي هنا ضمن هاي اللينك كويري عمالي ببعث معلومتين، المعلومه الاولى اللي هي الدي بي كونتكست، وايضا المعلومه الثانيه اللي هو رقم الطالب. فبالتالي خلينا نجي ننشئ عندي هنا اللي هو فانك زي ما احنا فعليا شايفين، بحيث انه راح ياخذ عندي تو باراميترز. الباراميتر الاول اللي هو سامبل دي بي كونتكست، خلينا نجي نسميه مثلا داتا كونتكست زي ما احنا فعليا شايفين، وايضا راح ياخذ عندي بارامتر ثاني اللي هو رقم الطالب، فبالتالي راح اسميه عندي هون اللي هو ستودنت اي دي. طبعا بامكانك انك تسميه الاسم اللي انت بدك اياه. بعد هيك مباشره احنا فعليا بدنا ننفذ
هاي اللينك كويري، فبالتالي رح اخذ هاي اللينك كويري زي ما احنا فعليا شايفين، فبالتالي رح اعمل لها كات، وبسط رح اقوم وضعها عندي هنا بالاعلى، وبعدك رح اقوم باللي هو اغلاقها زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فبالتالي انا هنا عمالي بعمل اللي هو، لكن لاحظت لحظة هنا فعليا في عندي هنا اللي هو دي بي كونتكست، فبالتالي هذا الدي بي كونتكست دوت ستودنتس انا بحاجه اني استغني عنه، لانه اصبح في عندي هنا اللي هو الداتا كونتكست، فبالتالي لابد اني ارجع اعدله. وكذلك ايضا انا عندي هنا اللي هو الستودنت، خلينا نحكي اللي هو بيحمل رقم واحد، راح اقوم باستبداله ب اللي هو فعليا رقم واحد. اوكي، وطبعا بدنا نعرف انه هاي هي الكومبايل كلياتها، اصبح بداخلها عندي هذا اللي هو الفانكشن ديليجيت زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فالان اصبحت بهذا المنطق، انه بداخل الكومبايل انا هون عمالي بعتت فانكشن ديليجيت، هذا فانكشن ديليجيت بتوقع تو باراميترز اللي هم الداتا كونتكست والستودنت اي دي، واللي هم تم استخدامهم ضمن عندي اللينك. اوكي، بعد هيك مباشرة راح اقوم عندي هنا ب ربطه مع مين؟ مع الكومبايلد كويري، فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون الكومبايلد كويري، بحيث اني رح ابعث له عندي هون اللي هو الدي بي كونتكست اللي احنا انشاناه في الاعلى، وايضا رح ابعث له عندي هون اللي هو رقم الطالب اللي هو من نوع انتجر زي ما احنا فعليا شايفين. انا لو اجي بضغط على كنترول واف 5 لاحظت انه عرض الداتا اللي هي مارك هاستنجز بدون ما انه يعمل كومبايل للينك كويري ويحول لك اياها للترانزاكت في كل مره انت بتنفذ فيها، تمام؟ راح تلاحظ انه الاداء نوعا ما افضل بكثير. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا لليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.